السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمناكم كاملين تكونوا بألف خير. في هذا الفيديو جبت لكم موديلات اللي خفاف بالنسبة للبنات اللي كيبغيو جليبات ما مشارجينش بزاف. غادي تلقاو في هذا الفيديو جليبات بالنبات، وغادي تلقاو كذلك جليبات بالطرز الرباطي، وكاينين كذلك جليبات اللي خفاف غير بعين واقده. تابعوا معايا البنات الفيديو حتى الاخير. في هذا الفيديو غادي تلقاو حتى التنسيقات ديال الفولار اللي كتناسب مع كل لون في هاد الجليبات هادو. شوفوا معايا البنات هاد الجلابه، وشوفوا الجلابه الثانيه اللي جات مخدومه بالالوان، جات بعين وعقده مع سفيفه خفيفه وعقيدات نص طوق. جاو فيها هاد الافتتاحات في الجناب مع طريزات كذلك، جاو في الكميمات وجاو في جهه الصدر، وجاو كذلك في الافتتاحات اللي في الجنب ديال الجلابه. شوفوا البنات بالنسبه للتنسيقات ديال الفولار، نتوما كيبقى لكم الاختيار. تشوفوا اللون الالوان اللي داخلين في الجلابه، ومن هذوك الالوان تشوفوا اللون اللي جاكم مع وجهكم هو اللي تاخذوا فيه اللون ديال الفولار. كاين هاد الجلابه هذه اللي جات في جات هي مخدومه بالطرز، وداخل فيها كذلك النبات. وكاين هذا الموديل اللي جاب اللون الاسود ومخدوم لون في اللون، وفيه هاد الطريزات هادو اللي جاو بالالوان في الافتتاحات وكذلك في جهه الصدر، مع هاد العقيق اللي جا على شكل شوشات. كاين هاد الجلابه اللي جات في اللون البنفسجي، جات حتى هي مخدومه عين وعقده من الصدوق، وداخل فيها شويه الخدمه ديال البرشمان في هذوك الطريسنات اللي هابطين، وجاو فيها هاد الطريزات في الكم، جاو بلوينات. بالنسبه للبنات اللي كيعجبوهم جلابه تكون في لون واحد وداخلين فيها لوينات في خياطه، في هاد الفيديو تقريبا كاع جليبات مخدومين على هاد الشكل، كلهم داخلين فيهم الالوان. بالنسبه للبنات اللي كيسولوني شنو الالوان اللي ندخل في الجلابه، غادي تتبعوا هاد الفيديو راه غتلقاو فيه جميع الالوان، وغادي تلقاو فيه حتى التنسيقات اللي داخلين في اللون ديال الطرز. شوفوا معايا البنات هاد الجلابه اللي جات في اللون الاسود، جات مخدومه خفيفه فيها هاد الطريزات هادو اللي جاوا بالالوان، وكذلك شوفوا معايا اللون ديال الحذاء واللون ديال الفولار. وكاين هذه اللي جات مخدومه حتى هي بالالوان مع هذه الحقيبه اللي جات في اللون الاحمر، والفولار اللي داخل فيه الاسود وداخل فيه الاحمر، وداخلين فيه تقريبا كاع اللوينات اللي كاينين في الخياطه في الطرز عفوا. هي جات بفتيحات في الجنب، جات مطروزة في الكميمات وكذلك في جهة الصدر. كاين هاد الموديل اللي جا مخدوم لون في اللون بلون الأصفر، مع هاد الحقيبة اللي جات بالألوان وداخل فيها كذلك اللون الأصفر، عين وعقدة حتى الأسفل. وكاين هاد الجليبه اللي جات دو بياس مخدومه حتى هي عين وعقده من الصدوق، مع فسيحات في الجناب، وكذلك القفطان او القميص اللي جا بلوينات، وجلابه اللي مخدومه بزوج الالوان فقط مع هاد الحقيبه وكذلك الحذاء. وشوفوا معايا اللون ديال الفولار، هاد الفولارات البنات ديال الحرير اللي كيجيو انيقين في اللبسه وخفاف البنات. شوفوا معايا فيها هاد الطريزات على هاد الشكل، جاو في الكم شي حاجه اللي خفيفه مع ضريس في القب وكذلك في الكميمات. وكاين هاد اللون البرتقالي اللي جات مخدومه بهاد الصديفات هادو،
جات هاد جلابة بفصالة عادية مفتيحات في جناب ومطروزة، وداخل فيها كذلك نبات، والفولار جا البنات في اللوينات. وكاين هاد الجليبه اللي جات خفيفه غير بعقيدات وطريسنات خفاف، وفيها هاد الطريزات هادو اللي جاو في جنيبات ديال الجلابه، وجاو كذلك في جهه الصدر. وكاين هاد الجلابة اللي جات باللون الأزرق، مخدومة اللون في اللون بسفيفة، عين عقدة نصطاق، حتى هي جاو فيها طريزات في جهة الافتتاحات اللي في الجناب، وكذلك في الكم. صراحة جات أنيقة جدا هاد الجلابة مع الفولار في اللوينات اللي كاينين في الخياطة، في الطرز عفوا، وكذلك طريس اللي جا في القب، وكذلك في الكميمات. وكاين هذا الموديل هذا اللي جات مخدومه بالعقيق كلها، وكاين هاد التشكيلات هادو بالخدمه المغربيه، خدمه الدبانه معايا هاد الشكل. كاين هاد الموديل هو اللي جات مخدومه اللون الأزرق ملكي، البنات قربت للنهاية ديال الفيديو. كنشكركم بزاف على التعليق اللي كتخليو ليا، مرحبا بكم البنات اللي انضموا لقناتي، مرحبا بكم ألف مرحبا. البنات الى عندكم شي سؤال او لو بغيتوا شي فيديو معين او لو بغيتوا شي جلابه لي معينه خليوها لي في التعليق، وانا ننزل لكم فيديو حسب الطلب. بغيتوا جليبات بالعقيق او لا بغيتوهم غير سامبل، خليوها لي في التعليق باش نعرفكم اشنو بغيتوا، نجيب لكم فيديوهات اللي تستافدوا منهم اكثر. انا كنحاول ننوع في الفيديو، كندير فيه كل شيء، طرز كندير فيه، تنبات كندير فيه، جلبات اللي خفاف، ولكن ما كنعرفكمش نتوما شنو كتفضلوا اكثر، فبقاو تخليو لي الاراء ديالكم وانا نبقى نجيب لكم جلبات اللي بغيتو نتوما. خليتكم على خير، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع موديلات جداد ومع طرز وتنبات جديد إن شاء الله.